احنا دلوقتي لما لما اشتكي ننزل شكوى على الفيسبوك كل حد بيقرا شكوتك خلاص طاقته بترجع لك. يعني بدل ما انت عندك طاقة شكوى دلوقتي موجوعة قد كده خلاص قد كده بقت قد كده عشان لميت طاقة الناس كلها معاك. ليه فاشرحي لنا بقى. تاني؟ انا دلوقتي لما اشتكي انا بشتكي مين؟ بشتكي ربنا للبشر، لان الفاعل الوحيد في الكون هو الله. فربنا لما انا عملت في نفسي كده اذن فيا في الابتلاء ايا كان هو ايه، انا اللي عملت في نفسي. على فكره رب الخير لا ياتي الا بالخير، تمام. خلاص. ومعنى انه اداني الابتلاء واذن فيا، يبقى انا استاهله، لازم اتعلم درس عشان اتربى في حته تانية. زي ابنك عمل الحاجه بتعاقبيه بشكل معين عشان يتعلم ما يعملش ده تاني، مظبوط؟ صح. فربنا بيربينا، فلما بيديني ابتلاء معين انا اللي شداه اصلا، لان انا منخفضه فربنا عايز يرتفع بيا ويرتقي بيا فيديني الدرس. فانا بقى مش هسكت، لا ده انا كمان بخرج واشتكي للبشريه لعباده، ده انا وانا حصل لي وجراري. الناس ما بتاخدهاش بالمنطق ده، خدي بالك، ودي حاجه غايبه عن دماغ ناس كتيره جدا وبتضرب في الناس كتيره جدا. ليه؟ لان انا في الاخر لما اشتكيت الفاعل الوحيد اللي في ايده الحول والقوه، لحد لا حول له ولا قوه، فاهمه ازاي؟ في الاخر انا يا عيني ده اتاثر، وده يعني ابتدى يفكر في حاجه جرت عليه كذا، وانت عندنا احنا في الافات بيتابعونا، ميات، فاهمه؟ كم واحد اتاثر بالشكوى دي؟ خلاص؟ كل واحد من دول راح رادد عليا، لان انا يا عيني اثرت فيه بالسلب، فدي كارما بقى، دين هيلف عليا ويديهوني. فبدل ما كانت المشكله بالنسبه لي قد كده، ضربت في واحد اتنين تلاته عشره 500، ضربت فيا انا، فبقت قد كده. يا نهار ده اول ابيض. واحده. تاني حاجه اشتكيت لي سالي، ورجعت قفلت مع سالي، رحت مكلمه نرمين، وقفلت مع نرمين كلمت ياسمين، وهكذا. فانا قلتها كم مره؟ في ضرر من ناحيتين، ضرر ان انا كررت المشكله، فده استنفدته كحنجره، سناني تبوظ والحنجره تبوظ والودن تبوظ والجيوب الانف، قصه بقى تانية، والكتاف والرقبه والحاجات دي كلها تبقى حمل، لان في انرجي داخله عماله تستنفد. اوكي؟ وفي نفس الوقت انا الشكوى دي عقلي سمعها، ودني سمعتها، فبدل عمال اكد على المشكله، اكد على المشكله، اكد على المشكله، اكد على المشكله، فبدل ما كانت ذبذبتها 10 15% في حياتي، خليت ذبذبتها 550%. طبعا مليت الهالة بإيه؟ بمشكلة بتفاصيلها اللي أنا عمال أعيد وأزيد فيها. طب هالتي بقت منخفضة، هتجر إيه؟ المنخفض اللي زيها. هتجر بقى الحسد، وهتجر العصبية، وهتجر المخاوف، وهتجر المشاكل اللي شبهها. يبقى أنا عملت في نفسي إيه؟ ضربت نفسي كم مرة؟ لا، بدل ما اعالج نفسي. بالظبط، فهمتي ازاي؟ دي حاجه. على فكره انا عايزاكم يعني تركزوا جدا بجد، لان العلم ده خطير، احنا مش واعيين له، مش فاهمين. فاحنا نرجع لاهل العلم اللي فاهمين دوت، بيفرق معانا جدا. بقول لك حاجات جابت قد كده، القران والاستغفار كل ده بيكون بيفرق. ليه بقى التاثير الايجابي جدا 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 في هو طرد المخاوف دي كلها، طبعا. وده اللي احنا هنحاول هنعمله نعرفه بالظبط، دلوقتي. خلاص. فدلوقتي انا بقى افرضي بقى انا بالعكس رحت عكس الموضوع، ولا الحمد لله ده ربنا ستر وقدر ولطف. شوف انا قلت ايه؟ حصل لك ايه كذا كذا؟ لا 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 لا، الحمد لله قدر ولطف. طب اي حصل ايه؟ مش مهم، اللي حصل حصل. شوف انا قفلت الموضوع ازاي؟ اللي حصل حصل، الحمد لله انا في لطف، الحمد لله انا في ستر، الحمد لله عدت، الحمد لله انا سليمه، الحمد لله بقى كويس، جالس في السقف داهيه. شوف انا قلت ايه؟ يبقى قلت على الله ايه؟ شكرانيه. انا ارجع الفضل لله ان هو سترني ولطف بيا فاهمه؟ وفدى حاجه بحاجه. يبقى انا مليت الهاله بتاعتي بايه؟ بلطف وستر وفضل وشكر، خلاص؟ هيشد ايه؟ اللي شبهه. يبقى انا هالتي بدل ما كانت عامله كده اهو، بقت عامله كده. فهمتي قصدي؟ طب في حاجة بقى، سؤال بس سريع. لو ما الواحد يكون مثلا بيشتكي حاجة محتاج انه يشتكي فيها، ممكن لنفسه او لغيره، لا اي شكوى، مش مسألة ده شكوى، غلط ولا لا صح؟ فضفضة ان انا اقول عايزة حل.
يعني انا دلوقتي عندي الازمه الفلانيه من غير ما اخش في تفاصيل، انا عندي الازمه الفلانيه احلها ازاي؟ يعني انا مثلا انا بقيت عصبيه زياده عن اللزوم، وبقيت اتعصب على العيال، واتعصب على جوزي، واتعصب في الشغل، يبقى في عصبيه. يبقى انا هبتدي اشوف حل العصبيه. خلاص، لكن ده حصل لي وجرى لي وعمل لي وسوي، ايوه ليه؟ في طاقه ايه اثرت في كل ده؟ طاقه خوف ولا طاقه توتر ولا قلق ولا حزن ولا عصبيه؟ ايه نوع الطاقه؟ هل انا فاتحه بقى حياتي ان انا هنا وهنا وهنا، في حياتي ما فيهاش حدود وعمال ارغي مع اي حد وحياتي مشاعر لكل، فما عنديش حدود، وبالتالي نظره عين على حسد، على مش عارفه مين، على ايه، على مين يضرني، عمال يخبط فيا، كلها اسهم. او لو بتحاولي تحلي مشاكل غيرك، هل ده بيأثر عليكي سلبي؟ اقفلي نفسك. يعني ايه؟ يعني انا هسمع المشكله، مش هسمع تفاصيل المشكله. لان الناس متعوده انها تحكي التفاصيل التفاصيل، فهي فتحت البيبان، فطاقتها تبوظ، مش تتعدل. دايما اقول لهم قولوا راس المشكله، ايه القصه الاساسيه؟ ما تعرفوش، قولوا عينات من المشكله وانا هعرف حلها. اوكي، فاهمه قصدي؟ لان الرغي الكتير في الموضوع بيرجع على صاحب المشكله بالسلب.